السلام عليكم مرة ثانية. راح نشرح أو راح نكمل موضوع الباسف فويس. راح اليوم نشرح الزمن بحالة الزمن الماضي، يعني شلون نقدر نسوي جملة مبني للمجهول وبالزمن، وإذا هي كانت أصلا بالزمن الماضي. يعني عندي جملة بالزمن الماضي، شرح حولها إلى مبني للمجهول وأيضا بالزمن الماضي. خلينا ناخذ الجملة الأولى اللي هي for example the teacher corrected the mistakes. هنا أنا هاي الجملة طالب من عندي أنها حولها إلى passive، إلى مجهولة. فشلون راح أحولها إلى مجهولة؟ نفس الشيء لازم أعرف أنا بالبداية من هو ال object ومن هو ال subject و where is the verb. إذا نشوف هنا أنا بهاي الجملة عندي the teacher هو ال subject، corrected هو ال verb، وعندي the mistakes هي الأوبجكت، المعلم صحح الأخطاء. هنا أنا شفتها corrected هي بالماضي، فإذا أنا من أحولها للباسف لازم أحولها للباسف فويس بحالة الباست past tense. فراح نبدأ من البداية مثل ما متعودين، نحذف السبجكت هذا، فراح نقدم الأوبجكت بالبداية، صار the mistakes اللي هي الأوبجكت، were corrected الفيرب هذا، قلنا هذا regular verb، فمن حوله للماضي نفس للباست participle راح يبقى نفسه بإضافة الاد، فراح يبقى نفسه corrected by the teacher. قلنا ممكن نخليها، ممكن ما نخليها بالجملة، هاي راجعة لنا، أو إذا هو طلب قال استخدم by فاستخدموها وخلوا بعدها السبجكت، إذا ما راد فكيفكم تبقى هاي. The mistakes صارت عندي الجملة the mistakes were corrected by the teacher، الأخطاء صححت بواسطة المعلم. إذا ناخذ هسه القاعدة اللي تخص passive voice بالزمن الماضي، شنو صار عندي الجملة طبعا المبنية المعلوم كنا نعرفها أنه تكون بالزمن الماضي، متكونة من subject plus verb plus object، هاي بالعادة نشوفها. فشرح نجي ونحولها إلى مبنية المجهول، لازم بالبداية نحذف ال subject، راح نحولها إلى مبنية المجهول، فصير عندي القاعدة object راح نقدمها بالبداية، ننزل plus نخلي بعده was or were. طبعا تتذكرون احنا بالزمن المضارع سوينا، اذا كان عندي الاوبجكت المفعول به مفرد فخلينا is، فهنا بدل ما نخلي is اذا كان عندي الاوبجكت مفرد راح نخلي was، واذا كان عندي الاوبجكت جمع فنخلي were. طبعا الاي تاخذ was plus past participle، طبعا past participle خليل الفعل اللي موجود عندي هنا بالجملة، الفعل الرئيسي اللي مذكور بالجملة المبنية المعلوم، يعني ما يصير نجيب جملة من عندنا أو فعل من عندنا. فإذا نشوف هنا هاي الجملة عندي somebody left these books in the classroom، هاي الجملة طالب من عندي أنه أحولها إلى passive، فشان أحجي وأحولها إلى passive لازم انتبه where is the subject and where is the verb and where is the object. Somebody هي ال subject، left هي ال verb، وعندي these books هو ال object، in the classroom هاي هي complement. اوكي زين، هسه شو راح نحولها الى passive؟ بالبداية خلينا نفهم الموضوع. Somebody هذا left ترك، somebody معناتها شخص ما، left قلنا معناتها ترك، these books هاي البوكس اللي جاي نشوفها in the classroom، هذه الكتب تركها بال classroom، شخص ما ترك هاي الكتب بالصف، فهاي هي البوكس وهذا هو عندي somebody. فهنا راح أول ما نبدي نحذف somebody باعتبار هي subject، راح نسوي راح ننزل الأوبجكت بالبداية اللي هو these books where، راح نخلي where ليش؟ لأنه these books هي جمع، وراح نخلي بعد الباست participle للفعل left اللي هو نفسه left، in the classroom هي complement بقيها نفس ما هي. ناخذ another example،
I lost my suitcase at the airport. هاي الجملة يريدني أحولها إلى passive. فشلون راح أجي أنا أحولها إلى passive؟ أول شيء انتبه وين هو ال object، where هو ال verb، وين الفاعل. I lost my suitcase at the airport. أني نسيت محفظتي بالمطار. فهنا أنا أو الجنطة مالتي بالمطار. فهنا أنا الآي هي السبجكت، أنا هو الفاعل، أو الفعل هو تركت أو نسيت. My suitcase هو الأوبجكت، وعندي at the airport هي الكومبلمنت. زين، راح نحولها، راح ببداية نقدم الأوبجكت اللي هو my suitcase. راح نخلي بعدها was، ليش؟ لأن suitcase هي مفرد. وراح نخلي بعدها past participle للفعل lost اللي هو lost نفسه. At the airport هي الكومبلمنت، تبقى نفس ما هي. ناخذ another example. The email sent yesterday. هنا قال لي correct to make passive، صحح لجعلها passive، حتى يعني صحح وسوي لنا اياها مجهولة الجملة، لأن هاي الجملة معلومة. خلينا نشوف وين الفاعل، وين الفعل، وين الأوبجكت اللي هو المفعول به. The email sent، الإيميل أرسل، أو الإيميل مرسل. Yesterday بالأمس. إذن هاي الجملة ما عندي بيها فاعل، بس المفعول به اللي هو the email، وعندي هنا sent اللي هو الفعل الرئيسي، و yesterday هو الظرف اللي موجود بالجملة. فشو راح نجي نحولها؟ بالبداية راح ننزل الأوبجكت نفس ما هو، نخلي بعده was or were، خلينا was، ليش؟ لأنه the email هو مفرد، email واحد. was sent، الفعل هذا send بالماضي يصير sent، وبالpast participle يبقى نفس ما هو sent. yesterday هي complement تبقى نفس ما هي. هنا بنات شوفوا، أو طلاب شوفوا هذا المثال. We can see bats at night. هاي الجملة passive، فرادني الجملة مبنية للمعلوم active، ويريدني أحولها إلى passive. فشان أحولها إلى passive؟ انتبه، where is the subject and where is the verb, where is the object. We هو subject، can see. طبعا هنا بدينا بموضوع اللي هو المبني للمجهول بوجود كان، مثل ما جاي نشوف كان هنا موجودة بالجملة. ما عندي أنا هنا جملة مضارع أو جملة ماضي، فخلي نقرأها زين. We can see bats at night. وطالب من عندي أحولها إلى باسف، فالشرح أحولها أنا إلى باسف. انتبه بالبداية، we هو السبجكت، وكان هو معناته يستطيع، هذا الفعل دائما يجي بعده infinitive verb، فعل مجرد خالي من أي إضافة. but هو الأوبجكت، إحنا نستطيع أو نقدر نشوف الخفافيش بالليل، إحنا الفاعل اللي هو we، نقدر أو نستطيع هو الفعل المساعد، وعندي هنا see هو الفعل الرئيسي، وجايني هنا انفينيتيف، عرفنا ليش؟ ان قبله جايني كان، وكان لازم او يحتاج انه يجي بعده انفينيتيف فيرب. باتس هو الاوبجكت، احنا نقدر نشوف الخفافيش، اذا الخفافيش هي الاوبجكت، هي المفعول به. ات نايت هي كومبلمنت هنا. فبالبداية راح نحذف السبجكت اللي هو الوي، وراح ننزل باتس لأنه هي باتس هي الأوبجكت، خليها بالبداية، نخلي بعدها كان مثل ما هو، ما نغير بي أي شيء، وننزل بعده بي، ونخلي التصريف الثالث للفعل سي اللي هي سين. at night هي الكومبلمنت. ناخذ القاعدة اللي هي قاعدة الزمن أو الموضوع المبني المجهول بوجود كان. الجملة المبنية للمعلوم كنا أو نعرفها أو مر علينا أنه تتكون من subject plus can plus verb، وطبعا هذا الverb يكون infinitive، شرط أنه يكون infinitive، ونخلي بعده الobject. هاي الجملة اللي متعودين عليها دائما تجينا اللي نسميها active.
من أجي أريد أحولها إلى مبنية للمجهول، بالبداية لازم أحذف السبجكت، بصير عندي جملة مبنية للمجهول متكونة من الأوبجكت اللي نقدمه بالبداية، هذا الأوبجكت نقدمه بالبداية بلس نخلي بعده كان بي، وننزل باس بارتيسيبل للإنفينيتيف فيرب الموجود هنا نفسه الرئيسي. مثلا ناخذ هاي الجملة gazelles can hunt by lions، الغزال ممكن صيده بواسطة منه الأسود. طبعا هاي الباي تابعة لكل الحالات اللي راح ندرسها أو درسناها اللي هي بالماضي بالمضارع، وهنا عندي بوجود كان، ممكن نخليها الباي ونخلي بعدها السبجكت بحالة الحالة الأخيرة راح ندرسها اليوم اللي هي المضارع التام. زين، طالب من عندي أنه correct to make passive، صحح وسويها passive. فشلون هنا راح نجي نصحح ونسويها passive؟ بالبداية لازم ننتبه للجملة موجودة بها كان، فإذا لازم نعرف أنه كان يجي بعدها infinitive verb بالحالة الاعتيادية، ويجي بعدها past participle be plus past participle بحالة الزمن أو بحالة الـ passive voice بوجود كان. أوكي، فهنا gazelles can hunt، الغزال ممكن صيده بواسطة، مدام قايل هنا by lions، إذا lions هي الـ subject، فاكتشفنا أنه gazelles هي شنو؟ هي الـ object. نخلي gazelles بالبداية، نخلي بعدها can be، hunted هو الـ past participle للفعل hunt، وبعدها ننزل by lions مثل ما هي. ناخذ another example، where can you find wild flamingos، وين تقدر تشوف الفلامينغو البري؟ طالب من عندي أن أحول هاي الجملة إلى passive، فبالبداية أنا أعرف أن هاي الجملة question، ليش؟ لأنه باديت لي بأداة استفهام اللي هي where اللي معناتها أين، وانتهيت لي بال wh question to. اوكي، فهنا كان عندي، وعندي يو هو السبجكت، وعندي فايند اللي هو الفعل الرئيسي، وايلد فلامينغوز هي الكومبلمنت. بالبدايه راح انزل وير مثل ما هي، وطبعا كان هو الفعل المساعد، والسبجكت هنا عندي يو، وعندي فايند هو الفعل، وعندي مثل ما قلنا الاوبجكت هو الوايلد فلامينغوز. بالبداية راح ننزل where نفس ما هي، كان نخليها نفس ما هي، the wild flamingos اللي هي الأوبجكت نخليها بعد الفعل المساعد، مثل ما متعودين احنا كنا نخلي السبجكت هنا، فبما انه احنا مسحنا السبجكت، ليش؟ لأن الجملة راح تتحولها الى passive، فهنا ايش راح نسوي؟ راح ننزل الأوبجكت وبعدها ننزل be، ونخلي نحول هذا الفعل find الى past participle يصير found. مثل ما قلنا مسحنا احنا السبجكت، ما يصير نخليها منحول الجملة الى passive. فجملة الاكتف كانت where can you find wild flamingos، من حولناها الى passive صارت where can the wild flamingos be found. هنا أنا هو الobject the wild flamingos، والpast participle هو found. ناخذ another example، we have discovered wild goats in Iraq. طالب من عندي أن أحول الجملة إلى passive، فشو راح أحولها؟ أول ما أبدي لازم أعرف من الفاعل، من هو الفعل، where is the object. We have discovered، إحنا اكتشفنا الwild ghost، الماعز البري بالعراق. فهنا شو راح أجي أحولها إلى جملة، إلى جملة مبني للمجهول وبالزمن المضارع التام، لأنها هاي الجملة بالمضارع التام. فشو راح أحولها؟ بالبداية راح أجي، وطبعاً إني راك هي compliment، بالبداية راح أجي أنزل الأوبجكت هنا بالبداية، راح أخلي بعدها have، ليش؟ أنه goats هي جمع، راح أنزل بعدها been، وآخر شيء أخلي discovered، لأن هذا discovered هو past participle، فمن أحاوله كان discover بالمضارع، حولت الماضي صار discovered،
وبالباست بارتيسيبل لأنه فعل قياسي فيبقى نفس ما هو discovered. In Iraq هي الكومبلمنت أبقي نفس ما هي. إذا القاعدة تقول إذا كانت عندي الجملة المبنية المعلوم بحالة الزمن المضارع التام فتتكون هي أصلا من subject plus have or has plus past participle وبعدها يجيني الأوبجكت. فمن أجي أحولها إلى جملة مبنية للمجهول لازم بالبداية أحذف السبجكت وبعدها راح أجي أنزل الأوبجكت بلس أخلي بعدها has or have حسب الأوبجكت. إذا كان مفرد أخلي has وإذا كان جمع أخلي have. طبعا إذا كان عندي I أخلي I have. بين أنزلها واخر شيء اخلي الباس بارتيسيبل نفسه اذا هذا راح الفعل ينزل نفسه اذا كان هو هنا باس بارتيسيبل. اذا ناخذ فد مثال فور اكزامبل اي هاف فينيشد ماي هومورك. هاي الجمله طالب من عندي انها احولها الى باسيف فشلون راح اجي احولها اني الى باسيف؟ بالبدايه لازم انتبه وين هو الفاعل. الفاعل هو اي واخلي بعدها هاف اللي هو موجود عندي هاف اللي هو يدل على انه جملة بالزمن المضارع التام وبعدها finished هو الباست بارتيسيبل. my homework هي الكومبلمنت. اني انهيت الواجب المنزلي مالتي فهنا انا شان احولها الى باسيف. بالبداية انزل الاوبجكت اللي هو my homework وراح اخلي بعدها has. ليش؟ لانه هنا عندي homework هو واحد مفرد خليت هاز وبنزلتها حسب القاعدة فنشت هو الباس بارتيسيبل. باي مي باي خليتها وقلنا هاي اختيارية ممكن نمسحها ممكن نخليها بجملة الباسيف فويس. باي خليناها خلينا بعدها مي لي هنا ما يصير نقول باي اي لا لازم نقول باي مي. ناخذ هسه مثال او تمرين عندي موجود one page بالactivity book تلقو page 44 unit 3. هنا أنا هذا التمرين طالب عندي match the beginning and endings the beginnings and endings of the passive sentences. فهنا أنا طالب عندي أنه أسوي matching with the suitable complement. but هنا شو راح نسويها؟ حاولوا انتم تحلوها بحتكم بعدين كملوا هذا الفيديو. فهنا but نخليها راح نربطها ويا can be seen at night. هنا but هي الobject can be seen مثل ما اخذنا بالقاعدة كان يجي بعدها be ويجي نخلي بعدها past participle اللي هو seen at night هي complement. اذا ناخذ another sentence a new species has been discovered. Snakes with can be found in deserts. Snakes ثعابين can be found in deserts can be found هو الباست بارتيسيبل. You can be cold هنا الباست بارتيسيبل هو cold. طبعا هذني كلهن هنا objects هذني complements with the past participle verbs. If you are bitten by a snake, where can they be found? Where can they? هنا where هاي الجملة they هو الباست part هو they هو الobject sorry they هو الobject وكان موجود عندي be والباست participle هو found. A lot of animals هو الobject or can be frightened. Frightened هو past participle of humans هي complement. نروح إلى تمرين أو exercise B. Complete these sentences in the passive. طالب من عندي أنه أحولها إلى passive. Hedges can eat by foxes. هنا شو راح نجي نحول هذا كان موجودة عندي إذا نحتاج أن نخليها B ونخلي بعدها الباست بارتيسيبل for the verb eat اللي هو eaten. Gazelles can hunt by lions. B بعد كان نخليها ونخلي الباست بارتيسيبل الفعل hunt اللي هو hunted باعتبار انه هو فعل قياسي يقبل الايدي. Wild goats discover in Iraq. هنا الجملة
ما نحددني إذا كانت present لو past، فراح أخليها present. discover هنا أنا راح أخليها has been discovered. ليش خليتها has been discovered؟ لأنه هنا أنا أجي أحكي عن فد شي صار من الماضي ولحد الآن مستمر، فراح أكمل الجملة الأخيرة اللي هي the camel can be lost in the desert. can be lost in the desert. طبعا ممكن أخلي هنا أنا can be lost، وممكن أخلي the camel be، وأخلي بعد ممكن أخلي هنا أنا بعدها بدل ما أخلي can be lost ممكن أخليها بالزمن المضارع أو الزمن الماضي، لأن ما محددني هو بأي زمن هنا. أوكي، فاشتركوا بالقناة حتى تتابعوها وتتابعون بقية الدروس اللي راح أشرحهن واللي تتعلق بصف الثالث متوسط وبقية الصفوف، وفعلوا الجرس حتى توصلكم أي فيديو أنشره، وتابعوني على قناتي على التليجرام اللي هي Learn in 5. أوكي، أشوفكم بدرس جديد.